وننتقل الآن إلى الشأن المحلي ونرحب بمراسلي أكسترا نيوز. أرحب بالزميل أحمد رجب في البداية. أحمد برحب بيك، وأيضا أرحب بالزميل عوض الغناب. عوض برحب بيك. نبدأ من أحمد رجب، حيث ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وبمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطني، وهذا على مستوى الدول العربية وأيضا أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين وعدد كبير من الخبراء. الزميل أحمد رجب يطلعنا على مزيد من التفاصيل. أحمد، الصوت والصورة معك، تفضل. إيمان، لك تحياتي وللسادة المشاهدين. كما ذكرت، ذلك الاجتماع الذي ننظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، ذلك المكتب الإقليمي في الدول العربية، مكتب تابع للأمم المتحدة. الاجتماع يتم على مدار يومين، يتم مناقشة والتركيز في ذلك الاجتماع على إطلاع الحكومات وأصحاب المصالح المعنية والشركاء على آخر المستجدات في مجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة. أيضا الاجتماع يعتبر فرصة للحكومات وفرصة للشركاء لمناقشة الآفاق المستقبلية الخاصة بالمنطقة في تطبيق إطار سندي، هذا الإطار الذي خط في مدينة سندي للحد من مخاطر الكوارث، وذلك بحلول عام 2020. في اليوم الأول، وهو اليوم الذي نحن بصدده الآن، ستعرض الحكومات آخر المستجدات المتعلقة بتقدمها الذي قد أحرزته في تطبيق إطار سندي الذي تحدثت عنه وأدواته. وأيضا في اليوم الثاني، وهو على مدار يومين كما ذكرت لك، يتم تسليط الضوء على التقدم المحرز من مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء في تطبيق بيانات العمل الطوعية الخاصة بهم. خلال هذه الاجتماعات والجلسات في الاجتماع سيتم التركيز على الاتساق بين كل من أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وأيضا الحد من مخاطر الكوارث. في الاجتماع يحضر مجموعة من الشركاء المختلفين الذين يعرضون مجهوداتهم وأيضا مبادراتهم للحد من مخاطر الكوارث من مجموعة من المنظمات العالمية كمنظمة الأغذية والزراعة، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمية، المنظمة الدولية للهجرة. وأيضا حضر الاجتماع بالتأكيد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، وأيضا ممثل عن جامعة الدول العربية وهي رئيس قسم استدامة الموارد الطبيعية والحد من مخاطر الكوارث في جامعة الدول العربية. إيمان، هذا كل ما لدي، وعودة إليك مرة أخرى في الأستوديو. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل أحمد رجب، مراسل أكسترا نيوز. بشكرك جزيل الشكر.